هذه المنطقة ايش قد تقريبا هسه احنا بعيدين عن سنتر المدينة؟ يعني تقريبا احنا هسه بالمئة كيلو عن مركز مدينة كربلاء. ادري انا كنت متوقعتها تكون منطقة سهل وسوب، كنت اتوقعها منطقة عدلة، بس كلش تفاجأت من لقيت هاي التضاريس الغريبة يعني والصخور وتشكيلتها، يعني ما كنت متوقعة ابدا القى هيك نوعية رمل. طبعا هو هذا نوع من انواع الرمل اللي يكون كلسي هذا المنطقه، لانه بحكم بحيره الرزازه كانت لي فوق بحيره الرزازه صعد لي يعني هذا كان مي؟ هذا كله كان مي، هذا كان مي بس انسحب ونزل تقريبا مسافه منها تقريبا كيلو نزل لي جوا، فهذا كله تحت المي. حتى اكو تضاريس باكر ان شاء الله الصبح من نطلع الشمس بعض ضوء علينا راح نشوف اكو تضاريس كلش حلوه ويعني كل شيء كلش رائع، وكله نحت مال يعني مال مي، مو احد مسويه او شيء من هذا. زين اكو حيوانات تعيش بهاي المناطق يعني، او شنو نوع الحيوانات اللي محتمل نلقاها؟ يعني ممكن نلقى مثلا نلقى هنا واويه او ذيابه موجوده هنا، نوع من انواع الحيايه موجوده، عقارب حتى مكاناتها موجوده. باكر نطلع راح نلقى هنا اكو مثل الزواغير موجوده، واكو شغله ثانيه انه الطريق منها كل شعر. اها صح، هو تراب ويشوفه واحد سهل، بس هو كل صعب لانه مو رمل هذا، يعني السياره ما تقدر تدوس عليها راح تنزل تقريبا تغرز رمال، يعني خلينا نقول كلسيه يعني تبين سهله اول مره بعدين تبين كلش صعبه. حتى مشي بالسياره صعب يعني، واحنا جينا هنا شفت شويه عرقلنا على ما وصلنا، بس جينا لهذا المكان هو ابعد نقطه تقريبا بالمنطقه، لانه مكانه كلش رائع وفد شيء تضاريس كلش حلوه. باكر الصبح نرجع عليها. زين يعني انت قلت لك حياية بالموضوع، يعني هسه انا اطمئنيت مثلا يعني؟ لا ما احنا هسه انا لازم يعني انام مرتاح. كشفنا المنطقه تقريبا ماكو الولد كلش ورا، يعني ممكن انه اذا صوت اذا شيء تبتعد، يعني لو ممكن انه بالعكس لان صوت ونار هاي ممكن تهاجم. لا لا احنا هي تبتعد وتحاول انه مكانها تبقى خاتله، يعني مكانها يعني نايمه بالجحور مالتها فما تطلع اليوم؟ لا لا ان شاء الله ماكو شيء اليوم. طبعا اول ما طبينا الصحراء هنا لقينا هو كله تشابه كامل، يعني تلقاه كله عدل، بس سبحان الله من طب السياره تلقاها السياره قبل نزلت، فاحنا عندنا سيارات بها مواصفات خاصه نزلنا الهواء او فشينا الهواء حتى تلزم القاع احسن، وشغلنا انظمه الديفلوك حتى تظل اربع تايرات تفرن سوا، ووصلنا هنا. خرعتيني. شو تسوي؟ داردة اتصل بوالدتي، شبكه ماكو. والدتي؟ ايه والدتي اراويك رقمها شلون؟ لا غمر امك. مو اقول لك الشباب كلهم ناموا. زين. بس انت شنو تنام؟ تخابر؟ لو ورا الخدمة لو شنو وضعك؟ اي وقت نوم. اوكي. اطمن على والدتي وننام. ماشي، لان ترى اليوم هواية تعبنا، بس هواية تونسنا الحمد لله. تعبنا في تعبنا ما راح بلاش. راح انام. يلا. تليفونك وحتى ان شاء الله. احلام سعيدة. الله يسلمك. تصبحين على خير.